استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الشيخ حمد أمس صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، يرافقه نجله الأمير راشد بن الحسن بن طلال، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والشقيق المملكة الأردنية الهاشمية، وما يشهده التعاون والعمل الثنائي المشترك من تقدم وتطور على المستويات كافة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه جلالته باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بالقضايا الفكرية والثقافية والأدبية والاقتصادية ونشاطاته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الفكر العربي. وقد أقام جلالة العاهل المفدى مأدبة عشاء تكريما لسمو الأمير الحسن بن طلال. وكان قد وصل إلى البلاد أمس صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، يرافقه نجله الأمير راشد. وقد كان في استقبال سموه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين ومحافظ محافظة المحرك.